ورجيني صوري بحالك شو بدك. مرحبا صبايا، كيفكم؟ شو اخباركم اليوم؟ انا مع معايا ماما زعر. مرحبا صبايا، كيفكم؟ شو اخباركم اليوم؟ انا مع عبير زعرب. ايش عبير زعرب؟ شو عرفني شو بدي احكي؟ اي حاجه بيطلع لي بمخي بحكي. لازم نغطس. هاي لازم صح هذا الكلام ولا لا؟ في تخفيضات يا جماعة، قوموا شوفوا مين على الباب. شكله فيه بريد. ماما روح شوفيه. مرحبا. مرحبا صبايا، كيفكم؟ شو الأخبار؟ ربي يسعد لي مساكم وكل أوقاتكم من وين ما كنتوا عم تشوفوني. أنا عبير واليوم رجع لكم بفيديو جديد، والمرة هاي رح تشاركني بهذا الفيديو هي بنوتي الأمورة الكبيرة مرمورة. بما أنه عندها إجازة من المدرسة فحب أطلع عليكم بفيديو جديد، لأنه أكيد تسألوا عليها وهي كمان اشتقت لكم كتير. فاليوم رح نشارككم اختياراتنا ومشترياتنا الأخيرة للبيت من موقع شيئاً. بالنسبة لي موقع شيئاً مانو الموقع اللي بعتمد فيه بس على ملابسي أو ملابس بنوتاتي. آخر فترة يمكن بعتمد عليه بشكل كبير، مثل ما عم تشوفوا بالفيديوهات الأخيرة، إنه عم جهز فيه أغراض لبيتي الجديد. فالأجهزة الكهربائية بصراحة عن تجربة كتير حلوة، أسعارها ممتازة، وكمان التوصيل بالنسبة لي هون سريع وآمن. وكمان أكواد الخصم اللي راح أترككم إياها هون وهون بتعطيني خصم إضافي. ورح أحكيكم على شغلة صارت معي بهذا المقطع كتير حبيته، وأنا متمنية إنه يتكرر الخطأ هذا كتير كتير، لأنه من أحلى الأخطاء. صبايا ما تنسوا بأنه روابط وأكواد الخصم الخاصة بهذا الفيديو راح تكون تحت بصندوق الوصف، وكمان بأول تعليق مثبت الروابط والأكواد لكل شيء. كمان ما تنسوا بأنه في كود خصم يعطيكم 15% إذا كنتوا عم تشتروا بفاتورة 29 يورو، وكمان خصم بنسبة 20% إذا كانت فاتورتكم فوق 69 يورو، وطبعا لكل دول العالم. وكمان بدي أخبركم بأنه حاليا في خصومات بمناسبة التخفيضات اللي بتيجي من كل سنة بنهاية نهاية شهر نوفمبر، اللي رح تبلش من 11 نوفمبر خصومات معادية. وشي ان بلشها بخصومات على أكثر من 300,000 قطعة، يعني متخيلين خصومات رح تكون جدا رائعة. هلا بدي أحكي لكم شو صار معي، شايفين كل هاي الأغراض رح أحكي لكم عن رأيي فيها وبكل صراحة. وطبعا رح أحكي لكم عنها ليه؟ لأنه هاي الأغراض أوريدي أنا طلبها من فترة، وهاي أنا شريها، ولما اشتريتها اكتشفت بأنه شيء بعت لي الطلبات هاي مرتين. لما تواصلت معهم حكت لهم بأنه طلبية وصلتني بالخطأ مرتين، فحكولي اعتبريها هدية منا لأنه تكاليف الشحن والإرجاع لإلهم رح تكون عالية. فصار عندي من كل غرض أنا طلبته اثنين، فإن شاء الله الفترة الجاية رح طلع منهم giveaways على حسابي بالإنستغرام أو يمكن هون باليوتيوب، فخليكم تابعين وإن شاء الله يا رب يطلعوا من نصيبكم. صبايا حلوين، خلينا نبلش بأول غرض ميرا كتير حباه ولساتنا متدوشين وعاملين شعرنا فيه. شوفوا الشعرات هدول الحلوين. خليني احكي لكم بكل صراحه بانه شعر بنوتي بالاصل ناعم، بس في الطعشات الخفيف لانه ما شاء الله ما شاء الله سميك. فجبت لها هذا الجهاز اللي رح يريحني بصراحه. هذا الجهاز هو فرشاه شعر 6 في 1، الحراره تبعته عاليه رغم هيك ما بتاذي ابدا، وكثير سهل انه الاطفال يستخدموه، وبنتي عمرها 10 سنين فتقدر تستخدمه بامان. وبصراحه هيك ما رح تكسل بانه تمشط شعراتها وتسرحهم بنفس الوقت. هذا الجهاز بنات مثل ما انتم شايفينه، رح نخليه احنا بعلمه مشان ميرا تحافظ عليه. في منه الوان كتير، هذا هو الجهاز لساته شعر ميرو عليه. الجهاز يا بنات كتير محكم، في له ضغطه هون مثل قفل لحتى اذا حابين، سوري انا مش بعرف استخدم ايدي الشمال، بنشيلها هاي هيك بكبسه هون وبنرجع نركبها. وهاي القطعه في منها 6 قطع تانية لكل وحده لها استخدام، سواء بدك تسشر الشعر او بدك تجففيه بس، او اذا كان شعراتك كيرلي او شعرات بنوتاتك، يعني مين شعراتها ناعمين فبستخدم لها الفرشاية هاي. بناتي الصغار شعراتهم كيرلي فكتير بحب استخدم هاي القطعة، كتير حلوة ومريحة. وكمان بالنسبة لدرجات الحرارة بس بتحركوا من هون بتلاقوا في درجة برودة وفي درجتين حرارة عالية، انتو بتختاروا المناسب لكم. التمشيط جدا سهل وبسيط، وبنفس الوقت يعطي حرارة يمد اي طعشات بتكون فيه، وابدا لا بيلسع ولا بيأذي. صح يا ميرو؟ ميرو كتير حبته، حكيت ماما بسرعة صوري لاني بدي اخده وخلص، يعني ما عاد تاخديه من الغرفة تبعي. فهيك صار فيكي تاخديه، مبروك عليكي.
خلينا نحطه على جنب، ما بدي بلش بالمكوس لانه في قطعه. خليني اورجيكم القطعه الثانيه وهي الكرتون تبعها، طبعا لانه طلعنا جهاز واستخدمناه وهو عباره عن مكنسه كهربائيه بيجي معها كمان قطعه لحتى تستخدموها. المكنسة هاي 600 واط كتير قوية ولأنه هي على الكهرباء، وكمان فيكم تفصلوها قطعتين لحتى إذا حابين بالقطعة هاي لحالة تنطفوا الأماكن الصغيرة أو الأماكن الضيقة، ممكن الكنبيات الجاد الموديل تبعها بيجي شوية كان مفرز، فكتير سهل. قوة الشفط فيها جدا عالية، وما بدي بالغ لما بدي احكي لكم بانه انا عندي ماركه ثانيه من هاي المكنسه وبصراحه هاي بتشفط اقوى منها، يمكن على حسب تفسير زوجي، رغم انه هذيك سعرها اعلى بكثير الا انه هاي بالنسبه لي كانت مريحه اكثر واقوى اكثر لانه هاي على الكهرباء والثانيه على البطاريه، فما عندي مشكله كثير حبيتها ولسه حتى شايفين عم نستخدمها على طول. ميرو اليوم شو عملتي فيها هاي المكنسه؟ انا حطها هاي لغرفه للغرف عندي بالطابق الثاني، حطها بالغرف وميرو كنست اليوم فيها غرفتها. الحلو فيها انها كتير كتير خفيفه والسلك تبعها تقريبا 4 متر او اكبر شوي، وسرعه تبعتها للشفط جدا عاليه، كتير حبيتها وبنصح فيها جدا جدا، وهي اصلا بتنفع للكنبايات وبتنفع كمان للسجاد والارضيات الناعمه والخشنه، كتير كتير حبيتها وبصراحه بنصح فيها 10 على 10. صبايا خليني شارككم هذا الاختراع، الكتكوت الصغير هو مكوى بخارية من شيئين كتير حبيتها. هاي المكوى بنات بالنسبة لي جدا ممتازة لغرض واحد، وهو إذا كنا مسافرين على طول بنشيل هم الملابس اللي بنكويها وبنحطها بالشنط، ولما نوصل الوجهة اللي احنا رايحين عليها بتكون الملابس كتير مجعلكة ومكسرة، فهاي بالنسبة لي كتير ممتازة إني أخذها بشنطات السفر. طبعا بتاخد هون شوف هاي الكبسة تبعها، بتطلعوا هاي القطعة معاها الكاسة اللي فيها الكمية المعيارية اللي لازم تحطوا المي فيها، وما بتاخذ وقت ابدا لحتى تسخن، ومن بعد هيك تكوا فيها الملابس او البرادي او حتى المفارش تبع السرير من غير ما تحملوا القطعة الكبيرة، فانا كتير حبيتها وبصراحة قوية. والحلو فيها بانه شايفين من هون في إلى مثل شعرات السميكة لحتى لما تكوى الحرير او الستان وغيره ما تحرقها وبتمشي عليها تماما، فانا كتير حبيتها وبصراحة بنصح فيها وبتستاهل. هلا صبايا هون في شغلة انا طلبتها رح احكي لكم رأيي فيها، اوريدي انا فتحت وحدة وهاي الثانية. شايفين بنات هاد البامبو اللي نزل موضة اخر فترة لحتى يكون بديكورات البيت، وخصوصا انه الفترة هاي انا عم زبط الصالون عندي، فراح تشوفوا شكلها النهائي. هي تقريبا هاي بتيجي تقريبا 150 عود باشكال مختلفة للبامبو، بصراحة انا كتير حبيتها، بس محتاجين تنكشوها هيك شوي وترتبوها بالفازة، كأنه واحدة منها مكسورة، مش مشكلة، في واحدة منها مكسورة كتير حلوة، ولكن أنا توقعتها إنها تكون أكبر من هيك، هي مداها يسمح لفازة صغيرة، والحمد لله بإنه الفازة اللي أنا طلبتها حجمها متوسط ويعني هيكون شكلها لائق. خلينا صبايا نفتح حلقة هذا الصندوق ونشوف شو جواته. خليني أخبركم بأنه في صناديق تانية لساتني ما فتحتها وحابة أفتحها معاكم وأشارككم فيها وأحكي لكم إذا تمام أو لا. أوكي، أول غرض بدي أورجيكم إياه على السريع لأنه أنا أوريدي استخدمته حالياً مستخدمه، هو الرموش الطرفية نفس هاي بالضبط، كتير كتير حبيتها، خفيفة وشكلها يبين طبيعي، وكتير حبيتها وفضلها أكثر عن الرموش اللي ركبتها مرتين بس، الرموش المؤقت اللي المفروض تضلها شهر بس ولا عمرها ضلت شهر. سعرها عالي وبتأثر على الرموش الطبيعية، وكمان على طول بتحت وبصير ما في توازن ما بين الرموش مثل الرموش الطبيعية، فهي حسيتها هيك للاستخدام لما يكون في عندكم مناسبات أو إذا حاطين ميك اب تقيل وحابين يكون الرموش هيك مداها أحلى، فكتير حبيت الرموش الطرفية. وبصراحة أنا ما بعرف أركب رموش، لكن الرموش الطرفية كتير سهل تركيبها وكمان سعرها كتير مناسب، وتقريبا بتيجي يمكن 30 زوج. تعالوا أورجيكم هاي العلبة اللي أوريدي فتحناها يا ميرا، هاي علبة لشو؟ نينتندو سويتش. انا من فترة جبت لزوجي هدية هو النينتندو مثل جهاز مثل الالعاب وهيك، فانا عم اتسوق لانه بالاصل لما شريته من الميديا ماركت ما كان معه شنطة مشان نحط فيها الجهاز والقطع تبعه لحتى ما تتأذى، لانه جهاز النينتندو بيجي مثل اجهزة تحكم صغيرة ومعاه شاشة، فالواحد بخاف تنكسر وبنفس الوقت بده ينشحن، ف
الشنطة هاي كتير حبيتها لكذا سبب، وزوجي بصراحة اللي نصحني اني اجيبها. الشنطاية بتحفظوا فيها اغراض النينتندو لحتى ما تتكسر، وتقدروا لما تسافروا تاخذوه معاكم، او اذا حابين تهدوه لحدا كمان تمام، سوا غالية. وكمان الشغلة الأهم بأنه بيجي فيه من الشنطة من جوا شاحن، يعني حتى زوجي صار بيكسل وصار بيشحن تليفونه بالشاحن تبع الشنطة هاي. شايفينها هيك بتنفتح هون في زر بتشغلوه ومنه بتشحنه هاي الوصلة تبعه، بتشحنه أي موبايل أو أي شغلة معكم، كأنه عم تجيبوا حافظة لجهاز النينتندو، وبنفس الوقت مثل باور بانك تقدروا تشحنوا فيه أي أجهزة معكم. كتير حبيتها وشكلها حلو، وكمان تساعدكم تحطوا أغراضكم وانتم مسافرين اللي هي الألعاب الإلكترونية الصغيرة، كتير حبيت. خليني ورجيكم الغرض يلي بعده، خلينا نشوف الغرض هذا الصغير. خليني ورجيكم بنات شو هاد الغرض، أنا كتير حبيته، وخصوصا إذا عندكم مناسبة حابين مثلا تلبسوا توربان أو شيء من غير ما تبين رقبتكم، وبنفس الوقت تعطيكم شكل لبلوزة يمكن تكون جدا بسيطة وما فيها أي حركة. فهاي القطعة بتحطوها على رقبة البلوزة، أو ممكن فيست وتحته لابسين بودي، فحابين تعملوا شكل كتير حلو هون، أو بليزر رسمي. أنا رح ورجيكم كيف رح تلتبس لو بليزر رسمي وتحته بلوزة عادية ما إلى رقبة وحابين تعطوها شكل. فهاي القطعة كتير سعرها لطيف، وتقدروا فيها تغيروا شكل البلوزة تماما. الغرض يلي بعده بنات، واحدة من أحلى الماركات اللي أنا بحبها بموقع شي إن، وعلى طول كمان بحكي لكم عنها، وخصوصا رح تلاقوني بجيبها على طول بالشتا، لأنه الملابس اللي فيها جودة الصوف مو عادية، وهي ماركة موتر. فطلبت منها ملابس رح ورجيكم إياها هون، ومع ملابس ثانية رح تشوفوها بس بفيديو خاص للملابس. وكمان تنسيقات من موقع مكتب. هذه يا بنات بليزر باللون البيج الفاتح، كتير كتير حبيته وشكله جدا لطيف، وواحدة من أهم القطع اللي رح نعتمد عليها بفصل الخريف. وكسيدة محجبة كتير رح تلزمك، ولأنه ساد رح يلبق على كتير من الملابس، بتقدر تلبسيه مفتوح أو مسكر ومع تنسيقات كتيرة. وكمان اللون البيج تحديدا هو لون الموسم هذا. طبعا بنات لانه موسم الخريف والبيجيات، فانا شفت شنطة بموقع موتد كتير حبيتها، وبالنسبة لي كملابس كاجوال تلزم هيك شنطة ظريفة وصغيرة. كمان من نفس الماركة من موتد، هاي هي بنات بيجي معها الحزام، حزام طويل كتير حلو، القماش تبعتها بتجنن. هم هاي الماركة بصراحة ممتازة جدا جدا، شكلها هيك حجمه متوسط بالنسبة لي، مع الحزام الطويل رح يكون شكلها كتير حلو وبسيطة، ولونها كمان يلبق على معظم الملابس. أنا جبت تقريبا معظم ملابس الخريف المرة هاي بيش، فخلينا نستنى الفيديو الجاي رح نعمل فيه تنسيقات ملابس، فما تنسوا تشوفوه. تعالوا بنات أورجيكم كمان القطعة اللي بعدها، بما إنه ملابس وبنحكي على خريف وشتاء، فكمان من ماركة موتيف أخذت كمان هاد الجاكيت او الترانش كوت باللون الاوف وايت، والخياطة تبعته بتيجي باللون الاورنج، كتير حبيته وبيجي مبطن. هو مانو كتير سميك بس مناسب للخريف والجو، ما بين اللي هو يعني مانو بارد كتير ومانو حر اكيد. بيجي طبعا معه حزام للخصر وكمان حزامات صغيرة مشان الايدين، رح نشوف تنسيقها بفيديو للملابس مثل ما خبرتكم. صبايا هاليت رح ورجيكم هاي القطعة كيف لما فتحناها وركبناها، لانه مثل ما خبرتكم عندي منها اثنين، هي اضاءة بتيجي لسقف الغرف كتير حبيتها، وبتيجي منها ثلاث درجات اضاءة، وتقدر تتحكم كمان بدرجة الاضاءة تبعها من بين ضعيف الى قوي، كتير حبيتها. يمكن حجمها مو مثل بالصور، ولكن على الواقع حجمها ممتاز واضاءتها كمان قوية، وكتير كتير حبيت فكرة انه هي بتيجي بكذا اضاءة، بكذا لون، يعني ما بين الاصفر واللي شوي بيجي على ازرق واللون الابيض، وتقدر تتحكم بالاضاءة هاي طبعا عن طريق جهاز تحكم. خليني ورجيكم اخر قطعة بفيديو اليوم، واحدة من القطع اللي لازم تكون عندكم بصراحة الفترة هاي كتير كتير ساعدتني، وهو جهاز لمساج الرقبة او الاكتاف من هون. كلنا سيدات البيت وحتى ازواجنا بحكم انه انا بشتغل وزوجي كمان مهندس كمبيوتر، فكتير بنقعد وكتافنا شوي كمان حتى مع شغل البيت ربة البيت كتير بنتعب من منطقة هاي الاكتاف، مو عادي الوجع بيكون فيها. فطلبت هذا الجهاز، بدي احكي لكم من احلى احلى الاختراعات. كتير حلو. هذا جديد، انا رح ارفعه هدية لحدا،
لكن اللي بيجربه ما رح يستغنى عنه ابدا. عشان هيك بحكي لكم انبسطت بانه الغرد انبعث لي مرتين، فيعني كثير حلو. طبعا معاه وصله مشان الشحن. بنات الجهاز هيك تمام. شايفين هاي القطعتين اللي هون والقطعتين اللي هون؟ تعي ميرا نجربه عليك. عشان احنا جربنا هاي على الشمال، صرت حافظاه لانه كل يوم بالليل بتمسج فيه. بنحط هيك، حطي ايدك هون، دخلي ايدك هون. بتتحكموا انتم طبعا بالمقاس اللي بدكم اياه، بس يعني مو منيح ميرا نستخدمه، نجرب شوي على الخفيف، لانه بنات بيمسك العظمتين تبعون الكتاف من هون وببلش يمسجهم بقوه، او كمان في اثنين بيمسكوا الرقبه من ورا، فبيفركوا فرق بالجلد والعظم لجوا، فكتير بيريحوا. اول فتره رح تتضايق وبعدين رح كثير رح تحسوا جسمكم ارتخى، وكمان البطاريه تبعته قويه يعني بتقعد فتره منيحه. في طبعا مش بس انه بيعمل مساج، كمان في مثل زر بيعطي شويه حراره، اذا حابين يكون المساج بحراره بتضغطوا على الزر هاد وببلش يشتغل شوي، بوجع يمين. خليني افك واجيكم كيف بتحرك. حتى هو بيعمل جلسه لحاله وبيفصل لما يحس انه خلص هيك كفايه، تقدروا تعدوا جلسه عالي. خليني اورجيكم اياه كيف بالضبط. هاي وهاي اثنين بيمسكوا الرقبه، والاثنين اللي تحت بيمسكوا من عند الاكتاف وبيمسكوهم بشقلوهم شقل، يعني عارفين يعني عن جد بيوجع، بس كتير بيريح. ممتاز ممتاز ممتاز. طبعا في منه يا بنات كذا اصدار وفي منه كذا حجم، انا راح احط لكم الرابط تبع هذا الجهاز تماما تقدروا تستخدموه، وشوفوا طبعا الازرار اللي هون لشو استخداماتها بالتجربه، تقدروا تميزوا شو الفرق بينهم. انا ضلني اضغط على كل زر واكتشف لحتى اعرف لشو راح استخدم كل خطوه. كتير حبيته وكتير ظريف وكتير بيستاهل وبنصح فيه جدا جدا. هذا كان كل شيء كان موجود بهذا الصندوق. استنوني بالفيديو الجاي حتى اشارككم اختياراتي الثانيه، وما تنسوا الخصومات الموجوده حاليا على الموقع. هلقيتها لازم نحكي لكم انا وميرا. كل الحب منا لكم، ونشوفكم على خير بالفيديو الجاي. باي باي.